بقول لك ايه، الراجل ابوه ميت، كلمتين حلوين ساعتين زمن ناخد واجبنا يابا ونتكل على الله. بعدين انت مش لابس اسود ليه؟ يكفي السواد الذي بداخلي. هو ابوه مات ازاي؟ والله العظيم خبر موته كان صدمه، الراجل اتخطف كده برشام. طب ما تشوفوه عند هشام الحرامي يا زميلي، هتلاقيه هو اللي خاطف ابوه. طب بس اسكت، راجل جه اهو. البقاء لله، سعيكم مشكور. البقاء للاقوى. ايه ده؟ انت فاكر نفسك جيت عازف جون سينا ولا ايه؟ يا عم انا مالي، ده قانون الحياه، خليك على الريك عشان محدش يديك. قولوا لي تشربوا ايه؟ قهوه ساده. وانت يا برشام؟ عايز اشرب جبايه بس. ولا خليها ورق بفره فاضيه. مش عايزين نشرب حاجه، شكرا. احنا هنمشي من هنا امتى يا زميلي؟ اصبر بس الشيخ يخلص الربع ده وهنمشي على طول. صدق الله العظيم. ربع كمان يا شيخنا. حاضر. بسم الله. انت شيخ بارد. قوم قبل ما تفضح، نواسي الراجل ونتكل على الله. الله يرحمه، ما تزعلش نفسك، كل من عليها فان، محدش باقي. بالباقي الباقي. انا ابويا اتخطف يا ستي. اتخطف كده؟ الحراميه كترت ولا ايه؟ انا كل ما اسال حد يقول اتخطف. اه يا برشامه، في حرامي جديد في المنطقه عمال بيخطف الناس واحنا مخبين عليه. يابا مصير اجيب امه. صدق الله العظيم. ربع كمان والنبي يا شيخنا. يا عم خلاص يا عم، هو ايه اللي ربع ربع؟ هو ربع فلامنكو وربع تركي؟ عايزين نصبح يابا. طب بس اذنك، احنا نتكل على الله. البقاء لله. السلام عليكم، سعيكم مشكور. اركب الحنطور. يلا بينا عم برشام. بقول لك يا زميلي استنى كده.